رحب وزير الخارجية شيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بإعلان الاتحاد الأوروبي الصادر اليوم الثلاثاء والقاضي بمنح مواطني دولة الكويت ميزة تفضيلية في إصدار تأشيرة الشنغن متعددة الرحلات صالحة لفترة 5 سنوات بشرط أن تسمح فترة صلاحية جواز السفر بإجراءات موحدة للمواطنين المتقدمين عبر السفارات الأوروبية المعنية بما في ذلك المواطنين الراغبين في السفر لدول الشنغن لأول مرة. وأضاف الشيخ سالم الصباح في بيان صحفي أن هذه الخطوة تأتي كأحد أوجه التنسيق والتعاون على المستوى بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي، وأعرب عن تقدير دولة الكويت للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأعضاء في اتفاقية الشنغن وكافة مؤسساتها وخاصة المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي على ما بذلته من جهود أثمرت في الحصول على هذه الميزة، مؤكدا على استمرار وزارة الخارجية في التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وصولا إلى الإعفاء الكامل لمواطني دولة الكويت من تأشيرة الشنغن. وأكد وزير الخارجية على أن هذه الخطوة ستسهم في بناء الجسور وتعزيز التواصل بين مواطني دولة الكويت والشعوب الأوروبية في مجالات متعددة بما يسهم في تقوية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وأكد وزير الخارجية أن مساعي وزارة الخارجية لإعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة الشنغن تأتي ضمن الجهود المتعددة التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل التسهيل على المواطنين الكويتيين وتلبية لكافة احتياجاتهم تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن القيادة السياسية في دولة الكويت، والتي أبرزت مسألة الوقوف على احتياجات المواطنين كأحد أهم الأولويات في برنامج عمل حكومة دولة الكويت.